صباح الخير. صباح الخيرات، يلا تفضل الفطور جاهز. أكيد الفطور تبع كل يوم. ليش العالم شو بيفطروا غير هيك؟ أنا ما عم بحكي عن الأصناف، عم بحكي عن الطريقة. ما فهمت عليك، يعني أنو طريقة؟ يعني مالك حاسة إنه نحن بحاجة لشوية تغيير؟ يا ستي، وإن شاء الله يكون تغيير سطحي أو شكلاني، المهم يكون في تغيير. تغيير بشو؟ بأي شيء، المهم نكسر حاجز هالجمود والملل بحياتنا. يعني مثلا نحن من 10 سنين عم نفطر هون على أي الطاولة، وتقريبا نفس الأصناف، يا بزيدوا صنف يا بينقصوا صنف، وعم نستخدم نفس الصحون والكاسات وإبريق الشاي. يعني وين الغلط بالموضوع؟ ما هو هون المشكلة، المشكلة إنه ما في غلط، كل شيء منظم ودقيق مثل الساعة. يعني ممكن نحن يوم نفطر بالمطبخ، يوم هون بالصالون، يوم على الفرندا، يوم ما نفطر بالمرة. ممكن مثلا يوم نستعمل هالإبريق مع فنجين الشاي، يوم تاني نستعمل هالإبريق التاني مع الكاسات الصغيرة. يعني منى، التغيير مطلوب ولو كان بشكل الإبريق. بعدين بيني وبينك، الفطور بده جو عام. شو يعني جو عام؟ يعني الواحد لما بفيق من النوم بيشتهي يشوف قدامه شيء مشرق لحتى يبدا يومه بتفاؤل ونشاط. مثل شو؟ شو بدك تشوف يعني؟ يعني ابتسامة خفيفة، تسريحة شعر لطيفة، وردة حمراء بالمزهرية. أما مو تنحشي الصحون لحش بوشي على الطاولة، وشعرك منكوش ووشك ما بيتفسر، وحاطة العقدة بوشك شبرين، وتقليلي لي تفضل على الفطور. هلا هذا اللي طلع معك؟ هذا فوق ما عذبت حالي وساويت لك الفطور، هاي جزاتي؟ ساويتي لي فطور يا ستي، الله يعطيكي ألف عافية. بس شلون بدي فهمك؟ والله ما بعرف. يعني في لمسات إضافية على الفطور أنت ما عم تقدري تساويها. قلني شو هي اللمسات وأنا مستعدة أعملها. أنا بدي أقول لي صعب يا منى، صعب كتير. على كل حال أنا ماشي، بدك شي؟ لحظة، معليش كلي انتي عني، مالي نفس. أحبك كي تزيد وسامتي، فبغير حبك لا أكون جميلة. لا 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 لا. لساتك قاعد؟ قاعد؟ مالك شافتيني عم بصير سريعة؟ لك قصدي يعني لساتك ببيجامتك. يلا قوم قوم البس، ما قلت لك إنه جاي لعنا ضيوف؟ إيمتى قلتي لي؟ مبارح. وبدك يعني أتذكر من مبارح لحد هلا؟ ومين هالضيوف بلا زهرة؟ أخي ومرته وأخته. أخته لمين؟ هي خلصنا بقى عادي، لا تلاقينا بالحكي، ما بقى لا يوصلوا. يعني أنا لازم فوت قدامه؟ ما بعرف والله، شو رأيك أنت؟ يعني ضيوفه جايين لعندك؟ خلاص خلاص، فايت البس، المهم ما تزعلي. وليش بدك تزعلني بالزور؟ ما رح أزعل، لا تزعل. هو هون المصيبة، لا تزعلي ولا بترضي. قلت شي عادي؟ لا لا، سلامتك. اهلين وسهلين اخي، تفضلوا تفضلوا. ايه ها يا ميت، اهلا وسهلا. يعني وجوهكم ولا ضوء القمر؟ اهلا وسهلا يا بنت، مرحبا. اهلا وسهلا ومرحبا. شو القصة انت واختي ما عم تبينوا بالمرة؟ وينكم؟ نحن ولا انتو؟ قولوا هالكلام لحالكم. يبدو ان الاستاذ عادل مشغول كثير بالقراءة والمطالعة، انا هيك فهمت من هنا.
هو صحيح أنا مولع بالقراءة، بس هذا لا يعني انعزالي عن الناس وخاصة القرايبين. طالما هيك لكان ليش ما عم تطلوا علينا؟ معك حق مرت أخي، بس إن شاء الله رح أعتبر هذا وعي، خاصة إني زي عن أختي الأسبوع لأنه زوجي سامي. خلص خلص، خلال هاليومين ما بتلاقونا إلا طبينا عليكم مثل القضاء المستعجل. يا ترى شو اخر روايه قريتها؟ على فكره صهري، بنت حماي مثلك مولعه كثير بالقرايه والادب. طيب طالما هيك انا بدي اسالك سؤال عن اخر كتاب قريتي. الحقيقه انا كثير كثير مولعه بالادب العالمي الكلاسيكي. اخر روايه قريتها نيوتاتشكا لدوستويفسكي. دقيقه يا عفوا، ما تاخذوني، انا بدي احضر الطاوله وانا راح اقوم ساعدك. ايه تعي مرتاحي. الحقيقة أنا هالرواية بعتبرها رائعة دوستويفسكي، بالرغم أنه ما نالت ربع شهرة الجريمة والعقاب. فعلا أنا من رأيك، طفلة بائسة عايشة بين نارين، بين أبوها الموسيقي يلي دمر حاله بالكحول وأهمل فنه وعايش على وهم أنه لساته عازف عظيم، بينما إيديه ما عادوا لمسوا كمان، وبين عاطفتها الأمة المريضة يلي كانت تضطر تروح تشتغل بالبيوت لحتى تعيش طفلتها، بينما كان مرض السل عم يفتك فيها يوم بعد يوم. وأجمل لقطة بالرواية يوم بتبعت الأم وهي على فراش الموت، بتبعت الطفلة وبتعطيها آخر قطعة نقود مشان تشتري لها شوية أكل ودواء. بيوم بيقابلها الأب السكير على الدرج وبيقنع أنه تعطيه المصاري ليروح يشرف فيهم. على أساس شو؟ على أساس أنه هو موسيقي عظيم ورح يعيش أحسن عيشة هي وأمه، بينما هو بالواقع مدمن كحول ويائس وانتهى كعازف من زمان، وتاني يوم بيلاقوا جسته بالطريق منتحير. عن ايش عم تحكوا؟ عن نيتوتشكا. مين هاي نيتوتشكا؟ طيب عن اذنك انا رح اقوم ساعدهم مشان ما يقولوا عني كسلانة. ايه تفضلي ولو. أهم صفات المرأة المثالية أن تكون مثقفة ولها حضور اجتماعي ومثير لإعجاب الحاضرين. مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الحمد لله. أهلا أهلا. شو وينه فاروق؟ مين فاروق؟ إيه فاروق، عرفته. فاروق هون هو. بس وينه؟ مالي شايفته. لمين؟ لفاروق. أيوة حضرتك عاوزتي له شخصيا؟ طبعا أنا مرته. معقول أستاذ عادل ما عرفتني؟ على فكرة هو كتير بيحكي لي عنك. بيحكي لي عنك؟ بيحكي لك عني؟ يا أهلا وسهلا مدام، أنا آسف جدا لأني ما عرفتك. ولا يهمك، ما مشكلة. بس وينه فاروق؟ ما بقى إلا يوصل مدام. طيب ممكن انتظره هون؟ ولو طبعا مدام، ما بدي سؤال الشغلة. تفضلي ارتاحي. شو بتشربي؟ لا ميرسي، ما بدي شيء. مثل ما بتريدي، على راحتك. يا منى. نعم. تعي شوي. وين القهوة؟ بس ما قلت لي ساوي قهوة.
يعني لازم لك تساوي قهوة؟ ما بتعرفيني بعد القيلولة بحب القهوة؟ بس أنا أحياناً بساوي قهوة وأنت ما بتشرب، مشان هيك قلت لحالي يا بنت لا تساويها لحتى يطلب. وين المشكلة؟ المشكلة يا عيني إنك تكوني إيجابية، صاحبة مبادرة، يعني ولو ما بدي قهوة بتحببيني فيها بأسلوبك، بحديثك، بابتسامتك، مو تقعدي بزاوية الغرفة تستني لأطلب منك. إيش عايش أنا مع روبوت؟ شو هذا الروبوت؟ من صفات المرأة المثالية ألا تتصرف كالروبوت وأن تكون صاحبة مبادرة. صباح الخير علي. أهلين، صباح الخيرات. شلونك؟ ماشي الحال. إجت مبارح مدامتك سألت عنك. بعرف، قالت لي. وليش بعبس؟ عم قلك مدامتك يلي سألت عنك مو شرطة؟ نفس الشيء. كيف يعني نفس الشيء؟ ما شاء الله مدامتك على سلامتها في غاية ال يعني مرتبة. الله يهنيكم ببعض. مرتبة بشي وشي يا أستاذ عادل. كل اهتماماتها بهالدنيا باللبس وبالجخ والمكياج. طيب هي ما عم تعمل هالشي مشان تسرك؟ لا، مشان تسر حالها وترضي غرورها قدام رفقاتها. أما قدامي بالبيت فيا عادل قسما بالله بتكون بأتعس حالاتها. بشرفي يا عادل إذا بتشوفها بدون مكياج بعتقدها بغط على قلبها. معقولة؟ الله وكيلك يا عادل هذا الواقع. لك تصور عدا أني متحمل بشاعتها وقماءتها، لك ما عم تخلي معي ولا قرش، لك قميص ما عندي، لك لا، والبيت دائما قايم قاعد، وإذا طبخة ما بتعرف تطبخ، بيطلع مع الرز مرزرز والشوربة ملدوعة. دخلي، إمتى بدنا نرد زيارة لأخوكي ومرته وأختها؟ يعني لازم نحل مشكلتها. مشكلة مين؟ مرت أخوكي؟ لا، أختها. ليش خير؟ شو مشكلتها؟ باين عليها ما عم تعاني من أي مشكلة. مختلفة هي وجوزها. ها، يعني قعدتها عند أختها مو لله. هيك شي تقريبا. وشو سبب يا ترى؟ جوزها غليظ يعني؟ لا بالعكس، لطيف كتير جوزها، بس يا حرام بده أولاد. ليش ما صار لحد هلا؟ صعب كتير. ليش يعني؟ جوزها عقيم؟ لا، هي. هي عقيم؟ لا، عاقر. يعني جوزها عاقم وهي عقير؟ قصدي جوزها عقيم وهي عاقر؟ مين جاب سيرة جوزها؟ لك جوزها ما في البلا، بس هي العاقر. يعني كل هالحضور والثقافة بدون نتيجة؟ بدون إنتاج؟ فعلا ما بتكمل مع حدا. عادي، وين شردت؟ لا ابدا ما في شيء. المرأة المثالية لازم تكون قادرة على الإنتاج والإنجاب، بس يا ترى إذا كانت مثقفة وما بتنجب شو بتكون؟ أكيد مو مثالية. صباح الخير جارتنا، آسف الإزعاج. تحية جار مو أكتر. العمى جدبة. المثقفة طلعت ما تنجيب، والحلوة طلعت جدبة، والأنيقة طلعت متطلبات كتيرة، وكل واحدة طلع فيها على شكل. يبدو أنه المرأة المثالية وهم وما لها أي وجود إلا بخيال الكتاب والشعراء والحالمين. منى؟ يا منى؟ نعم.
كيفك يا أحلى زوجة بهالعالم؟ أنا؟ إيه أنت، لكن أنا؟ صحيح، ليش راجع بكير اليوم؟ يا ستي احذري ليش؟ عجزت. حابب احتفل بيوم زواجنا؟ اليوم مو يوم زواجنا. شو علي؟ منحتفل اليوم وبس يجي يوم زواجنا منحتفل فيه مرة تانية. شو قصتك اليوم؟ كأنك مو على بعضك. ما في لا قصة ولا شي، بس اكتشفت انك احسن منه ثلاثتهم. احسن من مين؟ بقصد من كل النسوان. ايش انت بتعرف نسوان غيري عادل؟ لا ما بعرف. لكن ليش عم بتقول ثلاثتهم؟ شو بتقصد؟ لك خلاص هلأ علقتي على هالكلمة، ما بتعرفيني دائما كيف بقطش وبالحوش. فوتي هلأ حضري حالك، خلينا نبدأ الاحتفال قبل ما يجوا الأولاد من المدرسة. هلأ هذا خاتم الذهب الموسع بالألماس إلي؟ إلك كان إلي. عن جد عم تحكي؟ الله بجنني. يسلموا ايديك حبيبي. نعم؟ شو قلتي لي يا منى؟ قلتي يسلموا ايديك حبيبي. اي وين كنتي مخبية هالملافز؟ موجودة، بس انت ما كنت عاطيني مجال لحتى اقولها. يلا عن اذنك لحتى احضر حالي. اتفضلي ولو. معليش، منيحة، ممتازة. حديث المرايا.